إذن الغري محمد الكاتب العام لجمعية أمل الوطنية، بدء بغيت نعرف بهذا البرنامج ديال الأوراش، وهو برنامج حكومي رائد لأول مرة تيكون في المغرب، وتهدف إلى تشغيل 250 ألف شغل فرصة شغل مؤقتة سنوات 2022-2023. دونك 2022 غادي يكون فيها 125 ألف منصب شغل. أنا اللي بغيت ككاتب عام ديال جمعية أمل الوطنية أنني نوه بالعمل اللي قامت به اللجنة العاملية اللي شرفات على انتقاء إذن الجمعيات اللي غادي تشرف على هذا، وهذا شرف لينا، هذا شرف، وهو إذن تكليف قبل أن يكون تشريف. إذن كنشكر من خلال هذه اللجنة العاملية السيد عامي صاحب الجلالة على عمالة مكناس اللي شرف شخصيا على الأعمال ديال هذه اللجنة وعلى الانتقاء، واللي كان واحد الانتقاء جد شفاف وخضع لواحد إذن مسطرة جد دقيقة، وتنشكرهم على الثقة اللي وضعوا في جمعية أمل الوطنية. تنشكر أيضا السيد رئيس مجلس عمالة مكناس على المواكبة وعلى العمل الجبار اللي قام به. كنشكر أيضا وكنوه بالسيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس على المواكبة ديالو وعلى الدعم ديالو. أيضا التنويه بالسيد رئيس جماعة مكناس، التنويه بالسيدة مديرة مكتب وكالة إنعاش الشغل نابيك بجامعة مولاي إسماعيل، وأوجه وأشد بحرارة على أيدي الشركات المواطنة اللي ساهمت معنا. إذا أذكر شركة مصبرات مكناس عائشة، أذكر شركة داري كوسبات، أذكر شركة أوداسيا لسيباغا، وأذكر شركة أليماني. إذا الشكر أيضا والتنويه لجميع أعضاء جمعية أمل الوطنية كل باسمه وصفته، والشكر أيضا للمشرفين اللي تيساعدونا ولجميع العمال اللي تيشرفوا على هذا الورش. إذن هذا الورش هو بمثابة رابح واللي جاء لهذا الشباب وهذا الناس اللي تضروا باش يكونوا باش يشتغلوا هذا لمدة 4 أشهر ويستافدوا من واحد الصالير مينيموم اللي تيتعطى لهم، وتيستافدوا من التغطية الصحية ومن العملة سينيسيس. إذن هذه واحد البادرة اللي خصنا جميعا نخرطوا فيها سواء القطاع العام أو القطاع الخاص كساكنة لمدينة مكناس. كنوجهوا إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله آيات الولاء والإخلاص، والشكر الجزيل لجلالته والذي يشرف شخصيا على جميع البرامج التضامنية بالمغرب، وشكرا جزيلا.